السلام عليكم. من بعد ما جيت من المدرسة مع الوليدات قلت نتقاسم معكم البانكيك. كندير فيه كاس ونص ديال الحليب وجوج بيضات، 4 معالق ديال السكر، قبصة ديال الملحة. كاين اللي كيدير فيه روح الفاني، انا كندير فيه روح الكراميل كيجي زوين. خنيشة ديال الخمارة وجوج معالق ديال الزبده مذوبه، ما توفرتش الزبده كنديروا جوج معالق ديال الزيت وجوج كيسان ديال الطحين. كنخلط كلشي في الميكسور عادي ديال العصير، اللي بغى يدير التراب او لا العجانه الكبيره يستعملها، انا كنستعمل غير هذا ديال العصير. ندوزو دابا باش نخلطوا كلشي ونخليوه يرتاح، من بعد نطيبوه ان شاء الله. بسم الله على بركه الله. غادي نستعمل الحليب، غادي نحطو اولا الحليب، من بعد غادي نزيد البيض. دقيتو الزبدة ديجا ذوبتها، كي غادي نزيدها جوج معالق. الا ما كايناش الزبده ماشي مشكل، نديرو الزيت. من بعد كنزيد قبيصه ديال الملحه، الروح ديال الكراميل كيجي صراحة زوين، أو الفاني. ندير 4 معالق ديال السنيدة، غادي نطرب هذا بوحدتهم. سمحوا لي على الصداع. هادشي اش كيعجبني، الروح ديال الفاني كيعطيها واحد اللون بحال لون الكراميل، واحد الغوز. دابا غادي نضيف الطحين، خمارة كنطرب كلشي عاوتاني. اللي بغى يزيدو الكاكاو يزيدو، حتى الكاكاو كيجي زوين. تيجي خفيف. من بعد ما طحنتو وخلطناه مزيان، هكا تتكون العجينه ماشي جاريه وماشي قاصحه. هذه هي العجينه ديال البانكيك، غنخليه واحد شويه يرتاح، ومن بعد ان شاء الله غادي ندير المقيله ديالنا. باش من بعد ما خليته يرتاح، دابا رجعت غادي ناخذ غير شويه ديال الزيت العادي الروميه، لان هذه المقله هذه انا كنستعملها في كل شيء، يعني ما نخصهاش غير كاين اللي عنده غير طيفه كيخليها مثلا غير البغرير، هذا ماشي مشكل. انا ديما كندهن هذه لان كندير فيها وكنطيب فيها، كندهنها هكا بشويه ديال الزيت، ومن بعد مباشره من الكاس العكز وما يدير من الكاس صافي. كما ضرب
برافو عليا صافي كنتسناو يطيب. البانكيك حيت كيجي شي شويه غليظ ماشي بحال الكريب كنعطيوه شويه البطء بالمهل ماشي طبع على خاطرو. وغادي نبقى هكا مستمره حتى نسالي لي البانكيك ديالي كامل. راه دغيا تيطيب ما تعطش. صافي حدو كنحسبو بالجناب صافي تحمرو كنهزها باش نقلبها. عاوتاني نتسناو عليها باش تحمر من تحت وغادي نقلبها. جات حمرا تحمرات مزيان غادي نتسنى عليها ونقلبها عاوتاني. صافي هكا تكون طابت. دابا غادي نعاود باش ندير واحده اخرى ونكمل الخليط ان شاء الله كامل ومن بعد نوريكم كيفاش الشكل النهائي. كل واحد كيفاش كيزينها. انا كنزينها غير بالشوكولاط ولكم الاختيار. من بعد ما كملت البانكيك كامل كنحطو هكا في صحن التقديم. ممكن انك تزينيه باي حاجه بغيتيها. بالنسبه للجدو هادي راه كراو هكاك بلا شكلاط بلا حتى حاجه. المهم كيجي خفيف زوين هكا الكسكروت الفطور. نتمنى ان شاء الله يعجبكم. بالصحه والراحه.